كاردينال مربشارة بطرس الراعي لكلية طوبة، ومشاركة الرؤساء العامين لرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: أولا، رحب صاحب الغبطة والآباء بالمطرانين الجديدين حنا رحمي راعي أبرشية بعلب الدير الأحمر، وبولس عبد الساتر المنتخب نائبا بطريركيا، متمنين لهما رسالة أسقفية مباركة في خدمة الكنيسة التي دعيا إليها. ثانيا، أعرب الآباء عن قلقهم الشديد من استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية الذي بلغ مرحلة تنذر بسقوط الجمهورية، كما تشير أزمة الحكم والتشنج السياسي، وكأن المسألة تتجاوز الصراع على فهم صلاحيات لتكشف عن تمخض عميق لا يعرف أحد ما سيسفر عنه. وفي هذا الإطار يدعو الآباء الكتل السياسية والنيابية لتقديم مرشحيهم النهائيين لرئاسة الجمهورية والحضور إلى المجلس النيابي وإجراء العملية الانتخابية بالطريقة الديمقراطية والدستورية، وهم يحذرون من استمرار الفراغ، كما يثمنون المساعي التي يقوم بها مسؤولون إقليميون ودوليون من أجل الخروج من الشغور في رئاسة الدولة. ثالثا، يعتبر الآباء أن الشلل السياسي وما يتسبب به من أزمة اقتصادية خانقة يستدعي من الجميع أكبر قدر من الحس الوطني وعدم التفريط بالوحدة الوطنية، لأن لبنان الذي حسم الجميع أمر الانتماء إليه لا يتجاوز أزماته السياسية بتعريضه لخضات تهدد الوحدة التي باتت على لسان كل لبناني وفي قلبه. لذلك أن الاحتكام إلى الميثاق والدستور هو المدخل الأساس والصريح إلى تجاوز الصراعات والبحث في أي أبعاد أخرى للأزمة. رابعاً، لعل أزمة النفايات التي شوهت صورة لبنان وهددت سلامة بيئته وصحة بنيه تساعد إذا تعمق اللبنانيون في أبعادها ومعانيها على اكتشاف مساوئ الخلط القائم عندنا بين الصراع على السلطة ومستلزمات المسؤولية السياسية. فرهن الخير العام للصراعات أو المحسوبيات أو الصفقات أو إدارة الظهر له سيؤدي حكما إلى نتائج مضرة بالمجتمع ككل، والمسؤولية السياسية تقتضي عدم التذرع بمبررات لا صلة لها بطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق القيمين على المرافق الحيوية في المجتمع. وفي المناسبة يناشد الآباء كل المسؤولين أن يميزوا بين المصالح السياسية الضيقة ومتطلبات الخير العام. خامسا، يفرح الآباء بالتوافد اللافت للمنتشرين من أصل لبناني إلى بلدهم الأم، وخصوصا ما شاهدوه على مستوى لقاء الشبيبة المارونية والوفود الشبابية الأخرى التي زارت لبنان. ففي حماستهم في المجيء إلى لبنان حاملين معهم صورة الوطن البعيد التي حفظوها من آبائهم وأجدادهم، مسؤولية تاريخية تقع على كل لبناني وكل مسؤول بأن يحافظ على هذا الوطن ويثمن خصوصيته، وبأن نعمل جميعا على مد يد التعاون إلى هذه الطاقة الكبيرة التي يختزنها الانتشار بتنوعه لخيرها وخير لبنان وشعبه. سادسا، يرى الآباء أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس زائدا واحدا أثبت ضرورة الحوار الذي لا يني البابا فرانسيس يدعو العالم إليه، وهم ينتظرون ما سيسفر عنه هذا الاتفاق من خير بعد التزام الأفرقاء المعنيين بمضمونه حتى تقتدي به منطقتنا الملتهبة بالصراعات والحروب وتعود إلى لغة الحوار
التي فيها خير أكيد للجميع وضمان لسلام فاعل وحقيقي، ويأملون أن يكون مدخلاً لإيقاف الحروب الدائرة في كل من فلسطين والعراق وسوريا واليمن، وإيجاد الحلول السلمية لإحلال سلام عادل وشامل ودائم. سابعاً وأخيراً، عشية عيد تجلي الرب يسوع وقبل عيد رقاد العذراء مريم وانتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، يدعو الآباء وأبنائهم إلى الاستعداد لهذين العيدين بالصلاة والتوبة وعمل الخير، وإلى الاحتفال بالفرح الروحي البعيد عن البهرجات والصخب اللذين يطغى عليهما الطابع الدنيوي ويفقد الأعياد بعدها الروحي الأصيل. وهم يسألون بشفاعة العذراء سيدة لبنان أن ينير الله عقول المسؤولين عندنا كي يعملوا على معالجة الأزمات المتراكمة بالحكمة والتجرد والحوار والمحبة، ويسعوا إلى نشر الإلفة والسلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعالم كله. انتهى البيان.